اهلا بكم معنا مدافع المنتخب المغربي بدر بنون. اهلا وسهلا بك مره اخرى. صحيح انتهت الرحله في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربه والجميع سعداء بما حققتم. هل انتم راضون على هذا المركز الرابع ام كنتم تتمنون اكثر واحسن؟ لا، احنا كنا كنتمنى اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب، لما لا نظرا للمستوى الكبير اللي ضرب به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابلة على هدف واحد هو إحراز ميدالية اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجاية مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هاد الجائزة، ولكن كنظن بأن بداية ديال المقابلة اليوم ما بديناش مزيان على غير العادة، ولكن الحمد لله حتى واحد ما كان كيتوقع أن المنتخب المغربي غادي يبدا البطولة من الأول ديالها وغادي يمشي حتى لآخر يوم ديال البطولة. كنظن هادشي اللي درنا انجاز اللي هو كبير. الان باقي ما حسيتش بهادشي اللي درنا، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هاد الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيتش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو، صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس امراض، ناس دراري صغار كيبكيو، هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه، كنظن من هنا الأربع شهور هذا كنت كنفكر أنني نحبس الكورة. الشكر الكبير كيرجع للسيد اللي كان اللي خلاني واحد من بين الأبطال اليوم، اللي اليوم كيشرفوا الراية ديال المنتخب الوطني. دزت من فترة صعيبة، ولكن ربي دائما كيعاودك في شي حاجة اللي مزيانة. الإيمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائلة ديالي الكبيرة ولا الزوجة ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياة ديالي. أنا اليوم أكثر إنسان سعيد لأنني دخلت التاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر أي واحد وقف معايا في هذيك الفترة لأنني كنت محتاج سافري، لأنك ماشي ساهل كتنعس بالليل وكتفكر واش غدا غادي تصبح تشوفوني كل لا. هادشي كنت كنعيش، ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله لي، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي، ولكن ربي كبير الحمد لله. أنا اليوم كتجوز مع بلادي، صرف لي انني اليوم من بين هذا الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هذا الانجاز الكبير، لاعبين، ستاف، جامعه، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني، والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. شكرا جزيلا. ما نساوش شكرا لدولة قطر على هذا التنظيم الكبير صراحة اللي شرف كل العرب، ملاعب في المستوى، اماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظرة خايبة على قطر. اليوم كنظن بان الكل غير رأيه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا.